هذا بيج جيم اخر ثانيتين قدرت تحط شوطه. شوفين على السكه السريعه من جديد، انتصارين ورا بعضهم بعد ثلاث خسارات بالبدايه. تعليقك على جيم اليوم؟ هم انت من فريق كثير كبير قدروا يعملوا اوفر تايم معك لكن قدرتوا تنهوا الجيم، جود ديفنس كان، عمل لنا شوي اناليزز اليوم. اول شيء مظبوط كان جيم كثير صعب وكثير كبير عرضنا، هم انت عم يلعب بطريقه كثير منيحه، جبرنا باوفر تايم اليوم، كان ماتش صعب الحقيقه. يعني انا اول شيء بدي اقول مبروك لكل شانفيل، كل الجمهور كان معنا اليوم، اداره اللعيبه، كان عندنا نقص اليوم، كان انجرد ومو انجرد، عم نلعب ناقصين بس الحمد لله يعني قدرنا نربح بالاخر بشوطه ومبروك لنا. عندنا كثير بعد لقدام، انا دمتوش صعبه، بدنا نضلنا مع بعض وبنلعب لاخر ثانيه. كان في شويه تحكيم اليوم صعب على يعني عطوا شوطات على الاخر ليقدروا يعملوا الجيم تاي على 3 بوينت، صعبه تنعطى هاي، بس هذا الباسكت بول وكثير مبسوط انا انه قدرنا نربح اليوم بهيك طريقه. مبروك روني، ثانكس.